السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ طيبين، حياكم الله كل عام وانتم بخير بحلول عيد الاضحى المبارك. في هذا المقطع ان شاء الله راح نخبركم عن برنامج جديد وسلسله جديده راح تكون ان شاء الله باسم Games Old is Gold. طبعا الالعاب القديمه ذهبيه، وان شاء الله راح نستعرض اللعبه الاولى معاكم بتكون لعبه كونترا. طبعا لعبه كونترا هذه موجوده على تقريبا جميع الاجهزه حاليا، بلايستيشن 4 على اكس بوكس. طبعا هي عباره عن كولكتر او كولكشن، سوري، والكولكشن هذا عباره عن 10 العاب قديمه. رايحين نستذكر ونسترجع الذكريات القديمه. طبعا راح استعرض الالعاب هذه وبحاول اني اختمها اذا استطعت، يعني بنحاول ان نستمتع بالاجواء هذه. وطبعا هذه اللعبه غنيه عن التعريف وكل حد يعرفها. طبعا اللعبه الاولى هي كونترا، طبعا هي كانت على جهاز الاركيد في 1987. طبعا اللعبه هذه يعني ذكريات ولا اروع. طبعا الحين نستعرض باقي الالعاب هذه، كل لعبه ولها حلقه خاصه. يمكن اللعبه راح تكون فيها تختيم، اذا استطعت اني اختم اللعبه راح اختمها يعني، ونشوف نستمتع مع بعض بالمراحل القديمه هذه وامور طيبه ان شاء الله. طبعا كالعاده لا تنسونا من الدعم في القناة، من ناحية اللايك، من ناحية السبسكرايب ونشر المقطع. طبعا راح نخلي اللعبة ايزي عشان تسهل علينا عشان نعدل المراحل. نترككم مع المقطع وإلى اللقاء.